السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله. عنا بهذا الفيديو خبر سار لكل السوريين والأجانب المقيمين في تركيا. بداية ضعوا أعجاب للفيديو ولا تنسوا الاشتراك بالقناة لأنه في عنا فيديوهات قادمة جدا رائعة. أخواني الكرام، في ميزة رائعة جدا بخصوص موضوع الربح من الإنترنت في تركيا. كتير ناس يا أخواني ما كانت عم تشتغل على موضوع الربح من الإنترنت لأنه هن ما عندهم حساب بنكي فعليا. مثل ما بتعرفوا إنه في نسبة كبيرة من السوريين والأجانب عم يتعذبوا بالنسبة موضوع فتح حساب بنكي، وبما انه موضوع الربح من الانترنت هو بحاجه الى حساب بنكي فكانت الناس ما عم تهتم كثير بهذا الموضوع لانه ما عنده الحساب بنكي. ولكن الخبر السار يا اخواني انه تطبيق كواي اضاف ميزه جدا رائعه وهي سحب الاموال عن طريق حساب بابارا. حساب بابارا اخواني كثير سهل انه تفتحوه وما في اسهل منه نهائيا. هو عباره عن بطاقه بنكيه، هو مو حساب بنكي رسمي، بطاقه بنكيه، يعني صار فيكم تسحبوا ارباحكم الموجوده على هذا الحساب، يعني ما في داعي تروحوا تعذبوا لحتى تفتحوا حساب بنكي. طبعا تطبيق كوي يا اخوان عم يعطي ارباح بشكل يومي اقل شيء 110 ليرات، وعلى قد انتم ما تشتغلوا على هذا التطبيق على قد ما بيطلع لكم ارباح بشكل يومي، وبيعطي كمان بشكل شهري ايضا. طيب كيف بدنا نبدا؟ شو نعمل هلا اخواني الكرام؟ بكل بساطه رح خلي لكم باول تعليق مسبق كيفيه ربط الحساب البنكي وكيفيه التسجيل على هذا التطبيق لحتى تربحوا منه، ورح خلي لكم بوصف هذا الفيديو كيفيه فتح حساب ببنك بابارا اللي هو البنك السهل جدا. فيكم تفتحوا حساب 5 دقائق عن طريق الهاتف وبيجي الكارت لعندكم على البيت. في عده امور سارة ورائعة قادمة على الجميع بإذن الله، رح وافيكم بكل التفاصيل. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو مشان توصلكم جميع الأمور، وطبعا إذا عندكم سؤال أو استفسار فيكم تكتبوا بقسم التعليقات. كل الحب والاحترام، الله يقدم لكم الخير يا رب. تحياتي لكم جميعا، سلام عليكم.